في سياق متصل، قال مسؤول في البنتاغون الأمريكي إن المدمرة مايسون أسقطت مسيرة كانت تحلق صوبها أثناء إبحارها جنوب البحر الأحمر. ونقلت قناة الجزيرة عن مسؤول في البنتاغون أن الطائرة التي تم إسقاطها انطلقت من مناطق سيطرة الحوثيين. ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تصدت البحرية الأمريكية 6 مرات لهجمات بالطائرات المسيرة جنوب البحر الأحمر.